يا أهلا بكم في سلسلة تعرف إن صلاح الدين الأيوبي هو صاحب المقولة المشهورة: لولا أن الموت أتاني لكنت سببا في إسلام كل الدول الأوروبية. طب تعرف إن 3 أعمال يبقى ثوابهم جاريا للإنسان حتى بعد موته، وهي صدقة جارية، علم ينتفع به، ودعاء من ولد صالح. تعرف إن نبي الله إسماعيل عليه السلام هو أول شخص ركب الخيل؟ طب تعرف إن صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود هي الكتب الصحاح للسنة؟ تعرف إن 25 هو عدد الأنبياء والرسل الذي تم ذكرهم في القرآن الكريم؟ طب تعرف إن قابيل هو الابن الأول لآدم عليه الصلاة والسلام؟ طب تعرف إن سورة النمل هي السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين؟ طب تعرف إن سعد بن أبي وقاص هو أول من قام بإطلاق سهم في سبيل الله؟ طيب تعرف إن زرقاء اليمامة كانت بتستطيع الإبصار من مسيرة تقارب 3 أيام؟ طب تعرف إن أول طبعة للمصحف الكريم في هامبورغ بألمانيا كانت سنة 113 هجرية؟ تعرف إن القلم هو أول شيء قام الله بخلقه؟ طب تعرف إن زيد بن حارثة هو الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه في المصحف الكريم؟ ومريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام هي المرأة التي ذكر اسمها في هذا الكتاب العظيم. طب تعرف إن المجادلة هي السورة الوحيدة اللي ذكر اسم الجلالة لفظ الله في جميع آياتها؟ طب تعرف إن سيدنا داود عليه السلام هو أول من استعمل عبارة أما بعد؟ طب تعرف إنك لو عملت لايك وشير هتشوف معانا معلومات جديدة؟ دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله.